أهلا بكم من جديد. في مصر أوقع حريق في كنيسة أبو سيفين 41 ضحية و16 مصابا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية، التي قالت إن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات الهروب تسببا بازدياد عدد الضحايا والمصابين. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الفحص الأولي أظهر أن الحريق نتج عن خلل كهربائي أدى إلى احتراق جهاز تكييف في الطابق الثاني في مبنى الكنيسة ليؤدي إلى انبعاث دخان كثيف. وبعد وقوع الحادثة قررت الحكومة المصرية صرف تعويضات تبلغ 100,000 جنيه مصري للأسر أو لأسر الضحايا و20,000 جنيه للمصابين، كما وجه رئيس الوزراء بترميم مبنى الكنيسة. وفي مقابلة مع الشرق، روى أحد شهود العيان على حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة التفاصيل الأولية للحادثة. نستمع إلى ما قاله. النور قطع الساعة 8 الا 10، طبعا لما النور بيقطع بيشغلوا المولد بتاع الكهرباء اللي هو ايه بديل الكهرباء، عشان يوم الحد ده بيبقى يوم مقدس. طبعا لما شغلوا المولد والنور اشتغل عملت قفلة على طول. بدأ التكييف ولع. طبعا لما التكييف ولع بدأ يتفاعل مع الدور اللي هم فيه، الدور الثالث، وبدأت بقى النار مسكت الكنيسة كلها. نزلنا طبعا جرينا وبقينا نساعد في اللي بيحصل، لحد ما طبعا رجال الشرطة جات ورجال المطاف ورجال الإسعاف. أثناء تفقده موقع الحادث والمستشفيات التي استقبلت المصابين، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن السلطات استطاعت تأمين موقع حريق الكنيسة، كما أشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. الحادث الأليم ده نتج عن حريق حصل في مبنى الكنيسة نفسه، ومن أول لحظة الحقيقة الدولة كلها بكل أجهزتها تحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع، وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه. قررنا فورا يعني صرف مبلغ 100,000 للضحايا، لكل ضحية طبعا هتصرف بصورة فورية لأسر الضحايا، بالإضافة طبعا لمبلغ برضو يعني على حسب درجة الإصابة سيصل إلى 20,000 جنيه للمصابين. ساعات قليلة كانت كفيلة بتغيير المشهد في كنيسة أبو سيفين في إمبابة شمالي محافظة الجيزة المصرية، حيث امتدت النيران لتلتهم جزءا من هذه الكنيسة التي تقع في أحد الشوارع الضيقة، ما أعاق وصول الإسعافات والإطفاء لإنقاذ الضحايا. وزارة الداخلية المصرية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة خلل كهربائي في أحد الطوابق، ما تسبب بحريق ضخم خلف دخانا كثيفا في وقت تشهد الكنيسة قداس الأحد، ما دفع المصلين للتدافع للخروج من هذا الحريق. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.